هل هزمت أو الضربة القاضية؟ لا طبعا، لأن وسائل التواصل الاجتماعي هي وسائل تواصل، ولكن تبقى السلطة الرابعة هي الصحافة. ما في معركة، أنا في نظري ما في معركة ما بين وسائل التواصل الاجتماعي وبين الصحافة، لأن مثل ما تفضلتي الجمهور، إذا الجمهور يبي يتلقى أي خبر ويبي يفسر أي خبر من خلال جملة على من خلال جملة بتغريدة أو جملة على الإنستغرام، فهذا الجمهور يحتاج وعي أكثر. الصحف لما تنزل خبر تدرس، تقوم بدراسة هذا الخبر، الصحفي يقوم بعمل بحث عن هذا الخبر، يعمل باكجراوند خلفية عن الخبر، فالخبر الكامل لا يصل إلى الجمهور. جمهورنا جمهور واعي، جمهورنا المفروض أنه هو ما يمشي وراء وسائل التواصل الاجتماعي. لو يبي الخبر الصحيح يبي أن الرأي العام يتكون بصورة سليمة جدا. لا أقبل أن يعني أقارن الصحافة كسلطة رابعة بوسائل التواصل الاجتماعي، مع كل احترامي لوسائل التواصل الاجتماعي، ولكن تبقى الصحافة مهنة، يبقى الصحفيون هم من يتعبون على الخبر. طيب أستاذة عهدية، هل ما زالت الصحف الورقية هي سلطة رابعة كما ذكرتي، خاصة في ظل تخلي الحكومات عن عملية الدعم التي كانت تقدمها سابقا للصحف؟ تبقى الصحافة السلطة الرابعة بالصورة الحالية الموجودة كورقية. أعتقد أن الورقية ما تعمل ديفينيشن للصحافة. الصحافة ممكن صحافة رقمية تكون، تبقى الصحافة السلطة الرابعة. مشكلتنا مع الصحف اليوم هو عدم وجود دعم، فعلا دعم مالي، دعم مادي من قبل الجهات المعنية، من قبل القطاع الخاص. الصحف تعاني، ولكن هذا لا يعني أن معاناتها يعني أنها راح تنتهي. بالعكس، أنا أعتقد أن الفترة الأخيرة دي، فترة الكورونا بالذات أستاذة، أثبتت للجميع أن المصدر الصحيح للخبر هو صحيفة. يعني الكل يسأل لما يسمع خبر عن موضوع مرض الكوفيد 19، يسأل هل المصدر صحيفة أخبار الخليج، الوطن، البلاد، أو الأيام في البحرين؟ ما حد يسأل هل مصدر الخبر وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. لا، أنا أعتقد التحدي الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي، لأن الإنسان صار يبي يتلقى الخبر بسرعة، ولكن أنت كصحفي ما زالت هذه مهنة، ما زالت هذه مسؤولية، فهي طريقة توصيل الخبر. أعتقد إحنا صحافتنا تعاني لأنها لازم تتميز. اليوم العالم سريع جداً، وكيف ممكن تتميز؟ تتميز من خلال التحقيقات. كثير من الأمور الصحفي عنده صلاحية أن يعمل تحقيق في موضوع ما، عنده صلاحية أن يرفع التليفون ويكلم مسؤول في الدولة ويأخذ، ولكن وسائل التواصل الاجتماعي اللي قاعد وراء التليفون ويأخذ خبر من صحيفة مجرد منشيت وينزله، ما عنده هذه الصلاحيات اللي عند الصحافة. الصحافة تحديها كبير، ولكن ستبقى إذا غيرت مسارها، إذا قبلت أن هناك تحدي، والتحدي مو مع وسائل التواصل الاجتماعي، التحدي مع نفسهم الصحفيين.